مهمة جدا. الفخ اللي معمول من بعض الأندية معمول لسبب، إن الكل يعلم. امبارح أو أي في أي حلقة لما بتجيب نجم من النجوم اللي بيجي يتكلم، بيتكلم يقول لك جمهور النادي الأهلي هو الجمهور رقم واحد، وبعد كده يتكلم على اللاعبين وعلى الجهاز الفني وعلى مجلس الإدارة والكلام ده كله. فعندنا مباراة مهمة يوم الجمعة، النادي الأهلي هيلعب النادي الزمالك، بطل الدوري هيلعب بطل الكاس 2017 2018. طيب الفترة اللي جاية المفروض ايه اللي يحصل؟ الفترة اللي جاية او يوم الجمعة ده هيبقى بداية لسنة طويلة جدا، وسنة قد تكون سنة خير علينا كلنا في الرياضة المصرية، وسنة قد تكون سنة من اجمل السنين في الرياضة المصرية او في كرة القدم المصرية، لانه من يوم الجمعة هيبتدي او سيتم انا ما عنديش معلومه، ولكن انا بقول توقع ما بقولش معلومه، ان هيبتدي تقييم وجود الجمهور خلال الفتره اللي جايه. ففي بعض الانديه عايزه تحرم النادي الاهلي من جمهوره، فيعمل لك مشكله هنا ومشكله هنا. خدوا بالكم، انا قلت لحضراتكم، انا اسف ان انا بقول كده كل شويه، ولكن لازم اللي ما سمعنيش قبل كده يسمعني دلوقتي في هذا الموضوع، وحضراتكم فكروا زي ما انتم عايزين واعملوا اللي انتم عايزينه. انا عارف ان جمهور النادي الاهلي زي ما قلت لكم لماح، بيفهم كل حاجه. ففكروا كويس، لانه عندنا مباراه مهمه، في 5000 مشجع هيكونوا موجودين، في 5000 مشجع هيشجعوا النادي الاهلي، هيحفزوا اللاعبين، هيقفوا ورا اللاعبين، مهما كانت النتيجه، مهما كانت الامور، مهما كان الشكل، مهما كان كل حاجه، لان هو ده اللي احنا متعودينه دايما من جمهور النادي الاهلي. وعلى كل من ينتمي الى المنظومه الرياضيه، على كل لاعبي النادي الاهلي، واذا كان من حقي ان انا اقول هذا الموضوع، واذا كان من حقي ان انا اتكلم في هذا الموضوع، وعلى كل لاعبي نادي الزمالك، وعلى كل المسؤولين في النادي الاهلي والمسؤولين في نادي الزمالك، ان المباراه اللي جايه دي تبقى مثال قوي جدا جدا لعوده الجمهور. ما هو الجمهور مش مسؤول لوحده، اللاعبين اللي في الملعب مسؤولين، الجهاز الفني هنا وهنا مسؤول، المسؤولين مسؤولين، او مجلس اداره النادي ده ومجلس اداره النادي ده مسؤولين. كلنا عارفين مجلس اداره النادي الاهلي، وانا هنا هتكلم عن النادي الاهلي فقط، ماليش علاقه باي حاجه تانية. مجلس اداره النادي الاهلي هيجي يقعد يتفرج على المباراه، لا قدر الله حصل حاجه هيبقى بيتم بعد كده الرؤيه بقى من لجنه التطوير، لجنه التخطيط مع الكابتن خطيب، ونشوف ايه اللي هيحصل. ربنا كرمنا وكسبنا وهو الاقرب ان شاء الله، الامور هتمشي والفرحه والانبساط والكلام ده كله. هي دي كره القدم، هو ده اللي احنا عارفينه عن كره القدم. عمري ما هطلع اقول لكم ان الاهلي هيكسب بنسبه 100%، عمرها ما حصلت. النهارده اللي اتفرج على باريس سان جيرمان وريال مدريد 3-0، مش عارف ولا انا سايبه 2-0. حد يقول ان باريس سان جيرمان يكسب ريال مدريد 2-0 لغايه، ويعني مش عايز اقول لحضراتكم اللي ما اتفرجش على المباراه، باريس سان جيرمان عامل ايه في ريال مدريد؟ تحس ان باريس سان جيرمان من كوكب اخر، يعني بيلعبوا من كوكب تاني. فجماعه عندنا ماتش مهم يوم الجمعه، مستنيين حضراتكم تكونوا موجودين. ال 5000 متفرج بناء على ما اعلنه اتحاد او اللجنه الخماسيه اللي تدير اتحاد كره القدم، اعلنت ان هيبقى في 5000 متفرج من الاهلي و5000 متفرج من الزمالك. مستنيين حضراتكم، مستنيين تشجيعكم، مستنيين وقوفكم ورا لاعبتكم، مستنيين كل ما يخص التشجيع اللي احنا عارفينه طول عمرنا واللي نفسنا نسمعه تاني. نفسنا نسمع الكلام ده تاني يا جماعه، نفسنا نشوف حضراتكم موجودين في الملعب تاني. نفسنا نخش الملعب كده، او احنا قاعدين بنتفرج، احنا ما بقناش نخش الملعب دلوقتي، واحنا قاعدين بنتفرج على الملعب كده يبقى جسمنا بيقشعر من كتر الجمهور اللي موجود. من كتر الجمهور اللي موجود، اللي احنا كنا بنستنى نشوف تعليقات الجمهور في المدرجات، مش في السوشيال ميديا، في المدرجات. تعليقات الجمهور في المدرجات بتبقى عامله ازاي مع اللعيبه؟ هو ده دايما اللي احنا بنستناه. النادي الاهلي دائما ما بيضرب مثل بكل حاجه، مجلس اداره، لاعبين، جهاز فني، من قبلهم الجمهور. مش عايزين خروج عن النص مهما كانت الاستفزازات، وهتلاقوا استفزازات من الجمهور الاخر، ولكن جمهور النادي الاهلي عنده السمو والرقي ده كويس جدا. عايزين ان الفتره اللي جايه دايما حضراتكم كجمهور تبقوا متواجدين في المدرجات. مش عايزين حد يقول اصله بصوا ده شتمه، ده عمله، ده خله، ده سووا.
عايزين التشجيع اللي احنا بنشوفه في اوروبا كلها، في كل العالم مش في اوروبا بس، في العالم كله جمهور بيجي يشجع ناديه، بيقف مع ناديه لغايه اخر دقيقه، بعد المباريات بيسقفوا لاعبتهم مهما كانت النتيجه، اذا كان اللاعبين او اللاعبين اللي موجودين بذلوا المجهود اللي المفروض يبذلوه، خلاص شكرا. وخدوا بال حضراتكم اسم النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي كبير جدا جدا جدا، فاللاعبين عارفين المسؤوليه اللي موجوده عليهم او اللي ملقاه عليهم اليومين دول، عارفين قد ايه ان المباراه القادمه هي مباراه صعبه جدا ومهمه جدا بالنسبه لهم، عارفين ان احنا الفتره اللي جايه او بدايه الموسم هي المباراه القادمه، المباراه القادمه يوم الجمعه اللي جايه،